من هانية، السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية، السيدات والسادة الحضور الكريم. سيد الرئيس بدوري أشكركم هذه أنتم والسيد العامل والسيد الوالي والسادة العمال على هذه المبادرة الطيبة، بدون شك ستكون إيجابية جدا على مستوى الجهة وعلى مستوى الوطني. كذلك قلت السيد الرئيس يجب أن نتعاون الجميع، بدون أدنى شك سنتعاون معكم في كل الاتجاهات، ولكن نطلب منكم سيد الرئيس المحترم والسيد الوالي أن تبحثوا على المستثمرين الذين سيستثمرون في إقليم المغرب، خاصة في الميناء عبد المتوسط وبحيرة مارتشيكا والأراضي المعادية للمدينة بلدية المحتلة، لأن هناك ما يفوق 6000 امرأة ورجل الذين كانوا يشتغلون في مدينة بلدية المحتلة، اليوم راهم يأكلوا بعض الرشاش. وكذلك لا ننسى سيد الرئيس، لا ننسى الدعم الكامل للشركات التي استثمرت محاذي للميناء بني نزار ومدينة بلدية المحتلة، وخاصة المسمى الكرامة. المعنى الكرامة قد أعطت وكلها وأعطت الكرامة للنساء المغربيات الذين كانوا يشتغلون في المدينة المحتلة، واليوم يشتغلون في تلك الكرامة اللي كنسميوه الكرامة، وأعطيت الكرامة للنساء. واليوم أنا كنشهد أن ما يفوق 900 امرأة، وأشكر المستثمر الذي استثمر في ذلك الشركة. وأنتم تعرفون جيدا لا ينتمي أحد منهم لا إلى عائلتي ولا لأصدقائي ولا غيرهم، ولكن أشكر من هنا لأنه فرفر الشوق لشابات وشباش شبابنا الذين كانوا يشتغلون في مدينة المحتلة. وكذلك سيد الرئيس نطلب منكم انتم والسيد الوالي وسادة العمال، لأن باقي الناس كيطلبوا على فرص الشغل. إذا كان هناك مستثمرين، أنتم تعرفون أن هناك أراضي ما يفوق 50 هكتار المتواجدة محاذية للميناء ومحاذية للمدينة بلدية المحتلة، نجد المستثمرين الذين سيستثمرون، وبدون أدنى شك سيوفر فرص الشغل لشاباتنا ولشبابنا. وكذلك لا ننسى كلمة الأخيرة، لا ننسى اليوم 8 مارس يصادف